حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر السكايب الدكتور عبد الله دحان، نائب الصحة والسكان. دكتور عبد الله، لابد من هناك العديد من الحالات المصابة بالفيروس أو بفيروس كورونا، هل بإمكانك أن تطلعنا على إحصائيات دقيقة أو عن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا مستجد في بلادنا وعدد الوفيات وخارطة انتشاره؟ أولا شكرا جزيلا على اهتمامكم بهذا الأمر، وهو في غاية الأهمية خصوصا وما يشكله وباء الكوفيد 19 أو جائحة الكورونا المستجدة العالمية، والتي أدت إلى إحداث حالة إرباك أنظمة صحية في دول عظمى، ما شكل ضغطا على الأنظمة الصحية في معظم دول العالم، ونحن من ضمن هذه الدول التي تأثرت للأسف الشديد سلبا في أوضاع التأثر بهذه الجائحة. وأعتقد أننا إذا ما عدنا إلى الفترات الأولى من الإصابة بهذا الوباء نجد أن الأعداد كانت عالية، والمثبتة أو المؤكدة منها لم تكن بنفس القدر، ولكن الحالات المشتبه بها كانت أرقام كبيرة. ويمكن تلخيص الأرقام النهائية منذ بداية الجائحة في بلادنا، وتحديدا منذ تشكيل اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء أو جائحة الكورونا، يمكن أن نقول بأن الحالات وصلت في مجملها بشكل عام طوال هذه الفترة إلى 1307 حالات، التي هي حالات مبلغ عنها والمؤكدة مخبريا منها 324 حالة، وعدد الوفيات للحالات المؤكدة 36 حالة. هذا في وإجمالي الشفاء الناتج عن كورونا 235 حالة، هذا على مستوى العاصمة المؤقتة عدن. هذا فقط على مستوى العاصمة المؤقتة عدن، ليس على مستوى الجمهورية اليمنية أو المحافظات المحررة. أما على مستوى المحافظات الخاضعة للسلطة الشرعية فيصل عدد الحالات بمجملها المبلغ عنها إلى 7837 حالة، منها 2267 حالة مؤكدة مخبريا، وحالة الوفيات بلغت 629 حالة، وإجمالي الشفاء المبلغ عنها 1434 حالة. طبعا أنا أردت أن أتحدث وأفردت عدد الحالات الموجودة في العاصمة عدن، كون العاصمة المؤقتة عدن كانت ولا تزال هي الرقم الأعلى في عدد الحالات المبلغ عنها سواء المشتبه بها أو المؤكدة مخبريا، وعدد التعافي كما هو عدد الحالات التي يمكن أن تصل فيها الأعداد بشكل واضح. طيب دكتور عبد الله، نأتي نتحدث، هناك بالتأكيد جهود رامية تقوم بها لجنة مواجهة هذا الفيروس منذ تأسيسها وحتى الآن، أخبرنا إلى أين توصلت هذه الجهود؟ الحقيقة أن الجهود بدأت مع بداية الجائحة، وقد استجابت الحكومة لهذه الجائحة كما أسلفت بتشكيل اللجنة الوطنية العليا للطوارئ لمواجهة هذا الوباء، وقد رصدت الحكومة من أجل ذلك
المبالغ الكبيرة ووصلت مليارات من الريالات وتم توزيعها على مختلف المحافظات، كما أن الحكومة قامت بإنشاء العديد من مراكز العزل للحالات المؤكدة والتي ظهرت عليها أعراض الوباء، وكما جهزت هذه المراكز، مراكز العزل بأجهزة التنفس الصناعي وبالكوادر الطبية والإمكانيات اللازمة لمواجهة هذا الوباء سواء العلاجية أو الوقائية، كما أنها قامت ولا تزال بتدريب العديد من الكوادر الصحية لكي تكونوا قادرة على الاستجابة السريعة والطارئة لمواجهة هذا الوباء خلال المرحلة الماضية، وتستعد الحكومة حاليا لاحتمالات ظهور الموجة الثانية لهذا الوباء لا سمح الله، بتجهيز المراكز وتدريب الكوادر وتوفير الإمكانات اللازمة لمواجهة هذا الوباء. ونقول أننا والحمد لله رغم الإمكانات الشحيحة إلا أننا استطعنا ومن خلال تضافر الجهود مع الشركاء المحليين والدوليين من القدرة على مواجهة هذا الوباء يمكن القول بنسبة نجاح تعد عالية بالقياس إلى الإمكانات المتاحة. جميل. دكتور عبد الله، انت ذكرت عن جاهزية يعني جاهزيتكم لتشكيل مراكز عزل وغرف عمليات وطوارئ خاصة بمواجهة كورونا، هل لك ان تعطينا نبذة عن عمل هذه المراكز وغرف العمليات وعددها؟ لا، هي ما يقرب من 20 مركز عزل موزعة على مختلف المحافظات، فيها ما لا يقل عن 200 سرير عناية مركزة وأجهزة تنفس صناعي موزعة أيضا على هذه 20 مركز، وأيضا فيها من الكوادر ما لا يقل عن 100 من الكوادر الصحية العاملة فيها بالتناوب حتى لا يكون هناك فجوة في التعامل مع الحالات المشتبه بها أو المؤكد إصابتها بهذا الوباء الخطير لا سمح الله. طيب دكتور عبد الله، من الضروري في هكذا أوضاع صحية كارثية بسبب هذا الفيروس تنشأ معوقات من شأنها تواجه الحد والتصدي لفيروس كورونا، مثل ماذا هذه المعوقات؟ الحقيقة أن أهم المعوقات تعود إلى عدم القدرة على إقناع المواطنين بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية الكفيلة بالحد من انتشار هذا الوباء. ونجد بأن أهم وسائل المواجهة لحماية المواطنين من احتمالات الإصابة بهذا الوباء مثل ارتداء الكمامات و المواظبة على غسل اليدين والتباعد الاجتماعي أيضا، والتباعد الاجتماعي الذي يتسبب إذا لم يتبع بانتشار الوباء في أوساط المجتمع. ونحن ومن خلال هذه النافذة المتاحة عبر قناتكم العزيزة عدن الفضائية نطلق دعوتنا ومناشدتنا من جديد لأبناء شعبنا في مختلف المحافظات اليمنية، وليست فقط في المحافظات التي تخضع للسلطة الشرعية، نناشدهم جميعا بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية، كما أننا نزف بشرى لأبناء شعبنا لأننا سنعمل على توفير اللقاح، وقريبا إن شاء الله سنستقبل ما يزيد عن 2 مليون جرعة للقاح، وسيبدأ تنفيذ حملة التلقيح ضد هذا الوباء خلال فترة قريبة جدا إن شاء الله. ونأمل من الجميع التفاعل مع هذه الحملة التي تستهدف وقاية وحماية المواطنين من هذا الوباء وفقا للخطة المعدة
والمعتمدة من اللجنة الوطنية العليا لمواجهة هذا الوباء، والتي حددت فيها الأولويات للفئات التي ستكون على قمة هذه الأولويات المستهدفة في حملات التحصين القادمة إن شاء الله. وسنبدأ بالكوادر الصحية العاملة في القطاع الصحي، نعم. كون هذه الكوادر هي الأكثر عرضة، هي الأكثر عرضة للإصابة بهذا الوباء، كونها تمثل الخط الأول في الدفاع عن صحة وحياة المواطنين اليمنيين ضد هذا الوباء. ثم ستكون الفئة الثانية على قمة الأولويات هم كبار السن والذين شكلوا نسبة كبيرة من الإصابة في المرحلة السابقة، وأيضا من الوفيات، لكي نعمل على حمايتهم. ثم أن هناك الفئة الثالثة التي يمكن أن تكون معرضة لتداعيات ومضاعفات الإصابة بالوباء لو لا سمح الله وحصلت، وهم فئة المرضى الذين يعانون من الأمراض المزمنة التي قد تتسبب بزيادة التداعيات والمضاعفات لهذا الوباء لا سمح الله، وغيرها من الفئات التي ذكرت في خطة التحصين المعتمدة من اللجنة الوطنية العليا لمواجهة هذا الوباء، والتي تم الإعلان عنها في الأسبوع الماضي من قبل الحكومة، ممثلة علما بأن هذه اللجنة الوطنية العليا للطوارئ لمواجهة جائحة وباء الكورونا هي برئاسة الأخ رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك سعيد. إذن الدكتور عبد الله دحان نائب وزير الصحة والسكان، شكرا جزيلا لك.